الجنة وعد الله للصالحين، اللهم عدنا إياها. لكن هل تساءلت عزيزي المشاهد يوما كيف سيكون شكلك عند دخول الجنة؟ أعد الله دارا يتنعم فيها عباده المؤمنين ويذوقون فيها ثمرة عملهم وصبرهم على دار الابتلاء، أخرجنا الله وإياكم منها بسلام. إنها دار السعادة، دار يتخللها صفاء النفس والذهن والقلب، صفاء لا يعكره هم. الجنة هي وعد الله للمؤمنين، لكن هل سيكون الجميع معا؟ هل يتساوون في درجة نعيمهم؟ أم أنهم متفاوتون في درجاتهم؟ الجنة بها 100 درجة، والتفاوت ما بين درجات نعيم الجنة هو كالمسافة بين السماء والأرض، أعلاها درجة الفردوس. فكيف ستكون حياة المؤمنين هناك؟ وكيف يكون أهلها؟ وما هي أعمار أهل الجنة؟ وما هي أطوالهم؟ وكيف ستكون أجسادهم؟ وعلى أي هيئة تكون أشكالهم وصورهم؟ وكيف ستكون أشكال النساء في الجنة؟ وكيف ستكون أخلاقهم وقلوبهم؟ لنتعرف على إجابات هذه الأسئلة، تابع معنا عزيزي المشاهد هذا الفيديو حتى النهاية، وعدنا الله وإياكم بالفردوس الأعلى من الجنة. يوم القيامة يأتي الناس إلى أرض المحشر بنفس الشكل والجسم والصفات التي كانت لهم في حياتهم الدنيا. والآن نأتي لإجابة السؤال الذي طرحناه في بداية الحلقة، كيف تكون أشكال المؤمنين في الجنة؟ عند دخول المؤمنين إلى الجنة لا يدخلون بنفس أشكالهم التي كانوا عليها في الدنيا، بل تتغير أشكالهم وهيئاتهم إلى صور هي الأجمل والأحسن خلقا، بل ويزداد جمال المؤمنين في دار الخلود والنعيم كل جمعة، وتستمر زيادة جمالهم إلى ما شاء الله، فيكون المؤمنين على أجمل ما خلق الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوق يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وسيدخل أهل الجنة إليها على صورة نبي الله يوسف الصديق. فعن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا كان من المبتلين في الدنيا بعاهة في جسده تنفر الناس منه، فإن الله تعالى يرفعها عنه في الجنة، لأن الجنة هي دار الجزاء وليست دار ابتلاء. فيكون أهل الجنة جميعا في سن الشباب، فليس فيهم شيوخ ولا عجزة. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي عجوز من بني عامر، فقال: من هذه العجوز؟ فقلت: من خالاتي. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. فلا يبقى المؤمنون على صفاتهم الجسمانية رجالا ونساء التي كانوا عليها في الدنيا، ولا يحتاجون إلى إخراج بول أو مخاط، وهي نعمة ليس بعدها نعمة، فهي دار الراحة الأبدية. والصفات الجسمانية التي يكون عليها أنهم جردا مردا مكحلين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد والطبراني، وهو حديث حسن. وجردا أي لا شعر يغطي أجسادهم، ومردا أي لا شعر في وجوههم ولا في أذقانهم، مكحلين أي أعينهم مكحلة
يعلوها الكحل الذي يزين العيون ويزيد من جمالها. أعمارهم 33 عاما كسن سيدنا عيسى عليه السلام، لا يكبرون في العمر أبدا، وسيكون طولهم في الجنة 60 ذراعا كطول سيدنا آدم عليه السلام، والذراع يساوي 64 سنتيمترا. في الجنة لا هم ولا حزن ولا غم، يجلس أهل الجنة على الأرائك متكئين في قصور تجري من تحتها الأنهار. تجري في الجنة أنهار وعيون من نبع الفردوس الأعلى، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. أما نساء أهل الجنة وصفوا بأنهن الحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان، كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كن جميلات ناعمات لهن شباب دائم ونضارة لم تكن لهن في الدنيا، وعلى رؤوسهن تيجان يلبسون فيها من الحرير. فاللهم عدنا الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.